للحديث حول مباراة مصر المرتقبة غدا ينضم إلي مباشرة الناقد الرياضي الأستاذ جمال الزهيري. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك معنا في أون لايف. يعني هل بهذه النتيجة السلبية التي تعادل فيها أوغندا مع غانا نطمئن إلى مباراة الغد؟ أيضا ماذا بشأن الفرص المتاحة لفوز منتخبنا الوطني غدا على الكونغو بإذن الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك اشرتي في الخبر انه التعادل الذي انتهت به مباراة اليوم بين اوغندا وغانا يعني فتح الطريق تماما امام منتخب مصر باذن الله للتأهل الى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بمجرد الفوز غدا باذن الله على منتخب الكونغو باي نتيجة. فبالتالي سيرتفع رصيد مصر إلى 12 نقطة ولن تؤثر نتائج مباريات أو مباراتي الجولة الأخيرة على صعود مصر، ونقدر إن شاء الله نوجه التهنئة بإذن الله لمنتخب مصر وللمصريين جميعا بتأهل مصر بعد 28 سنة من الغياب منذ آخر مرة تأهل فيها المصريون عام 1990 مع الكابتن محمود الجوهري. النتيجة طبعا زي ما قلت هي نتيجة مثالية، ويمكن كان كل توقعاتنا قبل المباراة اليوم تصب في مصلحة انه اذا انتهت النتيجة بالتعادل فسيكون مستحيل على منتخب اوغندا المنافس الاول ولا منتخب غانا اللحاق بمنتخب مصر باذن الله في الترتيب ويتصدر منتخب مصر، لكن بشرط بإذن الله أن تفوز مصر غدا على الكونغو. طب مدى صعوبة المباراة غدا، مستوى لاعبي الكونغو أمام منتخبنا الوطني، وماذا لو انتهت المباراة يعني في شوطيها رئيسين بالتعادل بيننا وبين الكونغو؟ الفوز هو الحل الوحيد لإعلان صعود مصر غدا من يعني استاد برج العرب الى النهائيات المونديال. اما التعادل او لا قدر الله الهزيمه فده يؤجل لحين اقامه الجوله الاخيره، حيث تلعب مصر في المباراه النهائيه مع منتخب غانا وتستضيف او يلعب اوغندا مع الكونغو. لكن الفوز هو الذي يحسم النتيجه باذن الله ويحسم الصعود. أما عن فرص منتخب مصر أمام منتخب الكونغو فأعتقد أنها بنسبة كبيرة، لأنه تاريخ لقاءات الفريقين يشير إلى أنهم التقوا 8 مرات، فاز منتخب مصر 7 مرات، كما أن منتخب مصر منذ تولى كوبر المسؤولية الأرجنتيني هيكتور كوبر لم يخسر على ملعبه في 13 مباراة رسمية لعبها منتخب مصر في ملعبه، لم يخسر أي مباراة داخل مصر، وبالتالي فكل الفرص تصب في مصلحة أن المنتخب المصري سيفوز، ولكن بشرط طبعا أداء المباراة بمنتهى الجدية واختيار التشكيل المناسب. وهنا سأل أستاذ جمال، كل الفرص التشكيل المتوقع الحالة المعنوية التشكيل المتوقع من جانب الأرجنتيني هيكتور كوبر للمنتخب غدا بإذن الله. بالتأكيد أن هيكتور كوبر يعتمد في جميع مبارياته السابقة على تشكيلة أعتقد أنها أكثر أو أقرب للثبات ولا يحدث فيها تغييرات كثيرة، وقد يكون هذا من العيوب التي وجهت إليه، ولكنني وكثير من النقاد والمحللين يرون أن ثبات التشكيل هو سر الانتصارات المتتالية لمنتخب مصر بصرف النظر عن الأداء. فالتشكيل المتوقع يدور حول عصام الحضري الحارس المخضرم في حراسة المرمى، خط الظهر معروف تقريبا منذ فترة طويلة، أحمد فتحي في الجهة اليمنى، رامي ربيعة وأحمد حجازي في قلب الدفاع، ويعني ينافس علي جبر رامي ربيعة على احتلال مركزه، ومحمد عبد الشافي في الجهة اليسرى.
اما لاعبي خط الوسط المدافع فهم ثابتان، احمد محمد النني وطارق حامد. في منطقه الوسط المهاجم هناك محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي او صالح جمعه، وبجانبهما النجم المصري المتالق محمد صلاح. نعم. وفي الهجوم هناك تنافس بين عمرو جمال واحمد حسن كوكا المحترفين، وايهما سيؤدي الغرض ان شاء الله. نعم، شكرا لك، كنت معي مباشره الناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري.